آلية التقدم للمنافسة على المناقصات التي تطرح تعد أحد التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات في محافظة مسندم، وبعض التحديات الأخرى دفعت فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمسندم لتنظيم هذه الندوة، وذلك بالتعاون مع مجلس المناقصات. هذه الندوة لتعريف القطاع الخاص عن طريق تسجيل مجلس المناقصات، خصوصا توجه أغلب الدوائر الحكومية والشركات على تنزيل مناقصاتهم عن طريق المجلس. فاليوم لازم الشركات تواكب التطور والتسجيل في مجلس المناقصات للحصول على هذه المناقصات. فدعم من الغرفة للشركات والقطاع الخاص أن وجود الأخوة هنا اليوم لتسهيل هالأمر عليهم إن شاء الله. الندوة اشتملت على التعريف باختصاصات المجلس والمبادئ الأساسية في التعاقد، وكذلك رؤية المجلس في التأكيد على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التطرق إلى إجراءات تسجيل وتصنيف الشركات لدى مجلس المناقصات، إضافة إلى الحديث عن جوانب أخرى كالجانب التنظيمي والجانب التنفيذي والجانب التوعوي والتبصيري، كما تم التركيز على المبادئ الأساسية في التعاقد وهي العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس. ضمن النقاط التي تطرق إليها اللي هو فيما يتعلق بمخصصات المؤسسات الصغيرة المتوسطة 10% وكيف يتم إدارتها ودور مجلس المناقصات في التسهيل على هذه المؤسسات، تطرقنا أيضا إلى طريقة التسجيل والتصنيف في مجلس المناقصات وكيف يمكن لهذه المؤسسات الحصول على هذه الخدمة بدون أو بأقل تكاليف. هي التعقيدات أولا انك تسجيل بالدرجة الأولى ولا الممتازة، اشتراطات ان تكون عندك قمت بأعمال سابقة ما يعادل 75 إلى 80 ألف ريال، فصعب أي شركة أنشأتها وتبغى تشتغل ان تشتغل في وضع ان سابقا اشتغلت في مشاريع ولا توجد هالمشاريع موجودة ان عملت سابق. اشتراط الثاني انك توفر مهندسين لأنك تصنف في الدرجة الأولى أو الممتازة، صعب انك انت تجيب مهندسين وبعدك لم تقم تمسك بمشروع او كذا، اذا انك تجيب مهندسين وتخليهم معك في الشركه هذه مصاريف تتكدس عليها وانت بعدك ما مسك مشاريع. جانب الخدمات الالكترونيه ومجالات التسجيل في مجلس المناقصات، خدمه اسناد المناقصات الالكترونيه وتخفيض رسوم تسجيل وتجديد المؤسسات الصغيره والمتوسطه لدى مجلس المناقصات، حظيت كذلك بمناقشه الحضور في الندوه. العديد من الإجراءات التي يقوم بها مجلس مناقصات للتسهيل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الدخول في مناقصات عديدة، سواء كان الجهات الحكومية أو غيرها، سواء كان من الناحية الإلكترونية أو كذلك بتخفيف الإجراءات المطلوبة لها. من ولاية خصب، محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحري.